على الموضوع هذا جدا جدا مهم. صحيح. يعني ما اعرف شو انا يعني ابدي لك او احشي لك، هاي تروحين للسريع محمد القاسم، تروحين مناطق هاي حي الجامعه، حي العامل، هاي المنصور المتر بيها 40 و50 ورقه تطبين للشوارع، الحفر تبليط ماكو، منطقه حي العامل ليش مره كانت مظاهرات، البياع كانت مظاهرات، خدمات ماكو، تمطر الدنيا تفيض عليك المجاري. يقشمروك بفرعين ثلاثه تبليط لو يبلطوا لك الشارع العامل قدام العين، وبعدين يقولوا لك والله اشتغلنا، ليش بلطتوا؟ والله بلطناه ب 400 مليار. يعني اختي العزيزه اسالك بالله 400 مليار ابلط بها منطقه 400 مليار ابلط بها البحر خمس مرات بقد العراق ابلط، يعني ابلط لحد ما اوقع من الكره الارضيه ابلط بها البحر. مو يعني اختي العزيزه اكو اشياء مقنعه، يعني تحياتي لضيفك الكريم، بس يعني تجون اللي يشوف المناطق واللي يشوف الفروع واللي يشوف يقول هذا العراق عايش حتى مو بالصومال مو ولا سودان. صحيح احنا نستحق خدمات افضل. يعني انا اتفق معك يا مرتضى. انت من اي منطقه يا مرتضى؟ انا من منطقه البياع. من البياع، شنو اكثر شيء بالبياع يعني تشوفه بالخدمات انه يحتاج الالتفاته؟ والله اختي العزيزه اذا اقول لك تعال جيب الكاميرا وتعاي حتى تحيرين شو تصوري، يعجز اللسان عن الوصف. تجاوزات عالم انا ما اقول لك كلها صوت الدوله، لا عالم متجاوزه والباني واللي بكيفه، اكو عالم حتى تواليتات بانين بنص الشارع. يعني اشكال الوصف، كل شيء هو صوت الدوله والبشر، يعني ماكو معالجات للموضوع، صار لنا 23 سنه نفس الوضع. نعم. شكرا لك يا مرتضى لابداء رايك حول موضوعنا لهذا اليوم.